السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا، وحشتوني كتير كتير. ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبألف خير يا رب، وبصحة وسعادة، وربنا يسعد قلوبكم ويسعد ايامكم ويجعل سعادة الدنيا كلها تحت رجليكم وبين ايديكم يا رب. احب اشكر كل اخواتي وحبايبي داخل مصر وخارج مصر وجميع انحاء العالم، شكرا طبعا. واخواتي وحبايبي من كل الدول العربية اللي بيدعموني وبيكتبوا لي كومنتات جميلة، كومنتات محترمة، شكرا ليكم احلى واغلى اخوات. احب اشكر كل اخواتي حبايبي متابعين دنيا الاماني من المملكة العربية السعودية ومن الكويت ومن الامارات ومن البحرين ومن العراق وطبعا من الاردن ومن عمان ومن اليمن، اخواتي وحبايبي من كل مكان، من سوريا ولبنان وفلسطين حبيبة قلبنا كلنا، وطبعا ليبيا والجزائر وتونس والمغرب والسودان وتركيا، طبعا حبايب قلبي من كل مكان. شكرا شكرا شكرا، الف شكر اخواتي وحبايبي، شكرا. احلى عيلة، ربنا يخليكم لي يا رب، وتفضلوا دايما منورين حياتي ومنورين قناتي، وربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، وتفضلوا دايما في ظهري واقفين جنبي. طبعا النهارده هنشوف مع بعض فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو، بالله عليكم بالله عليكم يا حلوين يا طيبين، اللي طبعا اللي حابب يدعم قناه دول الاماني وحابب يدعمني انا واولادي، يا ريت بالله عليكم ما ينساش اللايك، لايك عايزه لايك عشان الفيديو يعلى وينتشر، لان هو حبايبي اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيعمل نسبه مشاهده. فبالله عليكم ما تنسوش اللايك، اللايك يا جماعه مش بفلوس ومش بيكهرب ومش متعب. انتوا مش عارفه ما تحطوش اللايكات ليه؟ انا بجد ساعات والله ببقى زعلانه منكم، لكن مش بتهونوا عليا لانكم اخواتي وحبايبي، برضو ما برضاش اقول لكم ان انا زعلانه، ولو اني طبعا عارفه ان مش هتستخسروا في اللايك. ان شاء الله ان شاء الله هتدعموني باللايك، انا مش طالبه منكم حاجه غير اللايك علشان الفيديو يعلى وينتشر ويوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. تمام تمام، يلا نبدا بينا على بركه الله. طبعا الفيديو النهارده على السطوح، طبعا نظفنا البيت كله نظيف تحت، تنظيفات العيد لسه طبعا زي الفل. هنبدأ بعد كده ان شاء الله، انا هنضف السطوح زي ما انتوا عارفين. الحمام يا جماعة لازم تنظيف عنده باستمرار علشان ما يربيش الحشرات اللي بيربيها دي. طبعا انا الحمام كان عندي ليا فترة اكتر من 3 شهور ما كانش بيبيض، كان عندي حيوان كده ما اعرفش، مش عندي، هو كان بيجي اللي في العشه من الجيران طبعا، في عشه الحمام حيوان كده غريب كان بيجي وبياكل، لو لقي بيض بياكله، لو لقي حمام بياكله، ما كانش مخليل اي حاجه خالص. والحمد لله يعني بفضل ربنا وفضل النصايح اخواته وحبايبي اللي كتبوها لي في الكومنتات، طبعا استطعت ان ايه اقضي عليه. والله قضيت على هذا الحيوان، بس انا ما شفتوش الصراحه، انا كنت بحط له سم اللي هو سم الفرندة، بس ما شفتوش مات عندي هنا ولا مات عند الجيران ما اعرفش، بس هو يعني الحمد لله ربنا كرمني وانتهيت منه. ابتدى خلاص الحمام بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ابتدى يبيض ويطلع تاني او يفقس، والحمد لله يعني اهو. بس برضو يعني خلصنا من ابن عرس او الحيوان او العرسة، طلعت لنا حاجة تاني. الحمام طبعا مش عارفة عشان الحر ولا ايه بيعد ولاده، فيعني ما اعرفش، قولوا لي بالله عليكم انا اعمل ايه. والله انا احترت مع الحمام، انا كنت مربيه حمام وفراخ وبط، طبعا الحمام كان عنده العرسه دي او ابن عرس كان ما بيخليش اي شيء، وطبعا بعد كده الفراخ كلها نزل فيها مرض وماتت كلها هي والبط، والحمد لله على كل شيء، ما فضلش عندي غير الحمام. وطبعا في واحدة حبيبتي 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 يعني عرفت ان انا الطيور اللي عندي كلها ماتت، هي جابت لي هدية جميلة جدا هنعرفها بعدين. طبعا اهو انا طبعا بحب اقعد جنب الحمام كده، الحمام يا جماعة احب انا احط له اكل واحط له بحط له علف، وبجيب له اللي هو العيش اللي زايد كان فيه رغيف ولا اتنين بفركهم، هو بيحب كده، بيحب ياكل العيش المفروك او العيش الناشف او العيش، مش بيحب العيش المبلول زي البط والفراخ، فانا طبعا بفرك له العيش اهو. يا حبايبي احنا خلاص يعني طبعا
ناكلهم، نحط لهم العيش وناكلهم. طبعا انا كنت جايبه كميه عيش، يعني ما احطش عيش بس، هحط بحط عيش وبحط لهم علف علشان طبعا ياكلوا، لان العلف كويس جدا للزغاليل اللي طالعه، والعيش تمام برضو. يعني انا بحط عيش عشان يعني بيوفر للامانه، عشان انا الظروف ما تسمحش ان كل شويه اجيب علف، لان العلف شكاره العلف غاليه جدا بالنسبه لي انا غاليه، فمش استطعتي اني اجيب كل 15 يوم او كل 10 ايام شكاره علف. فبحط ان زاد عندي رغيف ولا رغيفين بحطهم للحمام كل يوم. يلا يا حلوين، هاتوا مج الشاي كده ولا النسكافيه زي ما انا جايبه كده، واتفرجوا على الفيديو. بالله عليكم، بالله عليكم كمان مره ما تنسوش تدعموني باللايك، عايزه لايك، عايزه لايكات كتير، عايزاكم ترفعوا الفيديو باللايك يا جماعه. الناس اللي بتقولي الهدوم، والله يا جماعه انا الهدوم اللي عندي دي ما عنديش غيرها، علشان تبقوا يعني تعرفوا كل شيء، او عشان تبقوا كل الحقيقه قدامكم. الهدوم اللي بلبسها دي هي هدومي، ما عنديش غيرها، والازدال ده واسع جدا جدا جدا، مش عارفه طب اعمل ايه. شايفين الازدال واسع ازاي؟ يعني لابس يعني لابس 2 معايا تاني، بس هو موديله كده، هو الازدالات دي بتبقى قماشتها كده، شايفين. طبعا انا خلاص اكلت الحمام، هوريكم. شايفين يا حبايبي اهو الحمام اللي بقول لكم عليه، شايفه؟ مش عارفه ده اللي عضه حمام زيه ولا ابوه هو اللي عضه، مش عارفه. عض الحمامه في دماغها من فوق. ربنا يستر يعني ما يعضوش باقي الحمام. طبعا احنا اكلنا الحمام اهو، وهنجري بسرعه. وادي هي الهديه حبايبي، دي واحده حبيبتي طبعا جدا جدا، عرفت اني عندي كل الفراخ والبط اللي عندي مات، وطبعا الظروف مأزمة معايا جدا، فمش قادرة اجيب طيور ولا حمام او ولا بط، فراخ ولا بط. فبعتت لي، ربنا يكرمها يا رب، بعتت لي 3 بطات دول، قالت لي ذبحيهم لان هم خلاص يعني مش صغيرين، هم على ذبح. بعتهم، قالت لي ذبحيهم ليكي انت وولادك، وشكرا ليكي قلبي، شكرا شكرا. في ناس يتهيألها الهدية دي بسيطة، بس والله بالنسبة لي أنا جميلة، مش عشان حاجة، لأنها يعني افتكرتني وهي بتربي طيور، وعملت حسابي أنا وولادي وجابت لي البطايات دول. فشكرا شكرا ليكي قلبي، شكرا ألف شكر. والهدية يا جماعة مش بقيمتها، يعني الهدية لو وردة بتبقى قيمتها جميلة جدا، كفايه ان في ناس بتحس بيكي وبتعرف ظروفك وبتقف جنبك باقل شيء. هي ست الله يكون في عونها، يعني امكانياتها ما تسمحش غير بكده، وعارفه ان الواحد يعني الدنيا مأزمه معاه ولا مزنقه زي ما بيقولوا. فقالت لي يعني انت طالعه من رمضان والمصاريف وكده، فبعتت لي 3 بطايات دول. ربنا يكرمك يا رب. طبعا بعد ما خلصنا اكلنا البط والحمام، هنجري بسرعه نمسح السلم، عشان زي ما قلت لكم انا ساكنه في الدور الاخير، ولازم باستمرار امسح السلم ده، عشان لو ما مسحتش السلم ده، شايفين الازدال يا جماعه؟ شايفين الازدال واسع جدا، لو ما مسحتش السلم ده كل التراب ده بينزل لي على المكان اللي انا ساكنه فيه. في واحده بتقول لي حبيبه قلبي برضو من المتابعين، بتقول لي انت ازاي اهل البيت سامحلك انك تاخدي السطوح؟ انا مش واخده السطوح يا قلبي، انا مربيه فيه حمام وبط وفراخ، مش انا ما اخدتش حاجه، هم مش بيستغلوا السطوح. فطبعا هم عارفين الظروف، عارفين ظروفي، على اساس ان انا هربي حاجات زي كده وابيعها يعني عشان تساعدني في مصاريف ولادي، فسابوا لي السطوح. هم كده كده ما بيطلعوش على السطوح، وانتوا زي ما انتوا عارفين في بيوت ارياف يعني بيبقوا عاملين العمارة بيأجروها. فطبعا لما انهم عاملين عمارة بيأجروها، فما بيهمهمش مين ياخد السطوح ولا مين، وطبعا اللي معايا كلهم مش بيطلعوا فوق، فعشان كده انا بستغل السطوح. تمام.
طبعا احنا خلاص بعد ما، وطبعا الحاجات دي، الحاجات اللي في الشقة، المكان عندي ضيق، فبحط الحاجات الزايدة عندي على السلم. اه حبايبي الاسدال ده واسع جدا وطويل جدا وما بعرفش امسح بيه، انا جايباه للصلاة، يعني ما بعرفش اشتغل بيه ابدا من انه واسع جدا وطويل جدا. هو خلاص احنا اللي يعتبر الفيديو كده حبايب قلبي، يعتبر الفيديو خلص. اتمنى بالله عليكم ما تنسونيش او تكونوا حطيتوا اللايك، علشان الفيديو يعلى وينتشر، واللي يحب يساعدني ويدعمني بالله عليكم يشاهد الفيديو ولو 5 دقايق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله. باي باي.